المخدرات الرقمية هي عبارة عن ملفات صوتية تحتوي على نغمات يستمع لها الشخص، وتحتوي على موجات مضاعفة لطبقات مختلفة تؤثر على الخلايا العصبية، فتتلاعب بكهرباء المخ وتجعله في حالة من الخدر. تشبه تعاطي المخدرات الحقيقية، فهي نوع خاص من الموسيقى ترتكز على مبدأ الطنين والنقر لتعطي صاحبها شيئا من البهجة والمتعة. يتم سماع الملفات الصوتية عن طريق مواقع إلكترونية معينة، ويتم تعاطيها عن طريق سماع النغمات ووضع سماعات في كلتا الأذنين. فالإيقاعات الموسيقية الصادرة من هذه الملفات تكون متباينة بين الأذنين، ومن خلال العصب السمعي تنتقل الإشارات المدركة سمعياً إلى الدماغ لتؤثر على المستوى التفاعل كهروكيماوي للنواقل العصبية بين الدماغ والجهاز العصبي. مع السلامة، لا تنسوا متابعتي والاشتراك بالقناة.